والذين هم عن اللغو. قال العلماء: اللغو كل ما لا فائدة فيه من الكلام، كل ما لا فائدة فيه من الكلام. فمن خلق المؤمن أنه يعرض عن اللغو، فيحرص على أن يكون كلامه في خير، وإن تكلم بكلام مباح نوى به الخير، على وزان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالمؤمن من خلقه أنه يتكلم بالخير، بذكر الله، بالتذكير بالله، بالعلم، وإذا تكلم بمباح حرص على أن يكون هذا المباح خيرا له. كيف؟ ينوي به التقرب إلى الله. فإذا تحدث مع أخيه في كلام مباح من أمور الدنيا نوى به أن يدخل السرور على قلب أخيه المسلم، فإذا بهذا الكلام المباح يصبح قربة ويصبح حسنات. إذا جلس مع أخيه وسأله عن حاله وسأله عن أهله وحدثه في أمور الدنيا نوى بذلك أن يدخل السرور على أخيه فيصبح خيرا. إذن كيف يعرض المؤمن عن اللغو؟ قال العلماء: هذا له حالان. الحال الأولى: اللغو بمعنى الكلام المحرم، وهنا يعرض عنه المؤمن بالإمساك عن الكلام المحرم، فلا يسب ولا يلعن ولا يغتاب ولا يسخر، يمسك وجوبا. والحالة الثانية: أن يكون هذا الكلام مباحا لكنه ليس خيرا. قالوا: الإعراض عنه أن يمسك عن فضول الكلام. طبعا أن يمسك عن الكلام المباح هذا ما يمكن، لكنه يمسك عن فضول الكلام، فلا يتوسع في الكلام المباح